اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تحمد وحق أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم فادفع عن أهلنا المستضعفين المظلومين في قطاع غزة خاصة وفي فلسطين عامة ما أصابهم وما أهمهم وما أقلق أمنهم وسكينتهم من كيد الظالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وحافظا وظهيرا، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا ناصر المظلومين. استنصروك يا الله فانصرهم، استنجدوك يا الله فأنجدهم، استغاثوا بك يا ربنا فاغثهم. اللهم إن هذا حالهم ظاهر بين يديك، وهذا أمرهم لا يخفى عليك، فاجعل يا ربنا ثقتهم وتوكلهم عليك. اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم واربط على قلوبهم، داوي جرحاهم، تقبل شهداءهم، فإنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.